يسعد صباحكم مشاهدينا عن جديد. الترهل بمنطقة البطن مشكلة بتعاني منها بعض السيدات، بتتدلى الدهون بشكل يمكن بيقلل من جمالية جسم المرأة نتيجة لعدة عوامل، قد تكون الحمل والولادة أو مثلا خسارة الوزن بشكل سريع وغيرها الكثير. وطبعا الطب التجميلي يا آية اتغير وتطور وصار حل هالمشكلة موضوع بسيط جدا بظل التقنيات الجديدة. عن هالموضوع حيكون حديثنا مع دكتور شادي رحمة اختصاصي بالجراحة التجميلية يلي رح يخبرنا كل التفاصيل حول تجميل البطن. صباح الخير دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك معنا دكتور. دكتور بداية اعطينا هيك تعريف عن عملية شد البطن والحالات اللي تستوجب هذا الاجراء. طبعا آية دائما نحن نقول شد البطن هو كل حالة فيها ترهل، يعني كلمة شد تعادل انه احنا عندنا زيادة جلدية بمنطقة معينة. فشد البطن مثل ما تفضلتي انه هي بيكون في عندنا فائض جلدي نتيجة الحمل المتكرر، نتيجة النحف المفاجئ بعمليات قص المعدة او عمليات البدانة بشكل عام، هذا بيخلف فائض جلدي. هون بيجي دورنا كجراحين تجميل انه احنا نقيم هالزيادة الجلدية وبنشد البطن، طبعا مع اجراءات اخرى اللي هي مثلا ممكن يكون شفط الشحم، ممكن يكون حقن الشحم، ممكن يكون عمليات تجميليه ثانيه مثل تجميل الانف، مثل شد الوجه، مثل شد الصدر. يعني عمليه شد البطن هي الاكثر، العمليه الاكثر شيوعا. طبعا بدي نوه لهون شغله كثير مهمه انه عمليه شد البطن هي عمليه علاجيه اكثر من عمليه تجميليه. يعني اللي بيعمل عمليه شد بطن حياته كلها بتتغير، يعني من ناحيه طريقه لبسه، من ناحيه اللهته، من ناحيه طلعه الدرج، من ناحيه النشاط اللي بيمارسه بحياته، كل ثقته بنفسه، كل وخاصة النساء بعد عمليات الحمل طبعا أكثر هاجس بيوتر النساء أثناء الحمل وخاصة الحمل المتكرر إنه كيف حيكون شكلي، حينتزع جسمي. فعمليات شد البطن هي الحل الشافي والوافي لهالموضوع هذا. تمام، هلا بنحكي بعمليات شد البطن مع الحمل أثناء أو بعد، ولكن دكتور شد بطن يعني شفط دهون، هي الشائع عند الناس. تمام. يعني غير متخصصين، إلها علاقة بشفط الدهون أو لا؟ طبعا دائما عمليه شفط الدهون هي عمليه تكميليه او عمليه مرافقه لعمليه شد البطن. شد البطن بشكل اساسي انه نحن بناخذ العضلات، ثلاث شغلات لازم نعملهم حقيقه، واذا واحده منهم ناقصه معناتها فشل عمليه شد البطن. اللي هي اول شيء نحن لازم نفتح نخيط العضلات اللي موجوده بالبطن اللي هي بتعطي هالتقبب هذا الموجود، نقربها لبعض. طبعا تماما، طبعا دائما نحن في عندنا عضلات على الحمل بترتخي والولاده بترد بالضب، طبعا مع الحمل والمتكرر بيصير في عندنا فتحه بعضلات البطن بيطلع منها الامعاء، وهذا اللي بيعطي الحقيقه التقبب اللي بنشوفه. طبعا العمليه الشغله الثانيه هي عمليه قص الجلد، لانه عمليه ضب العضلات بدون قص الجلد ما استفدنا شيء، لانه بضل في جلد زايد. تماما، الشغله الثالثه اللي هي شفط الشحم اللي هي الخواصر واللي وفوق السره، هذول كلياتهم لازم نسحب الشحم منهم مشان يعطي هالتضاريس الحلوه او الانحناءات الحلوه اللي بناخذها بعد عمليه شد البطن، واللي نحقق فيها التعبير الشائع اللي على طول بنستخدمه بعياداتنا، بدي بطني يلزق بظهري. يعني اذا ما عملنا هدول ثلاث شغلات البطن ما بيلزق بالظهر، والعالي بيسود وشنا قدام المريض. دائما لازم نعمل هيك. نحن هون بنحافظ على السره بعمليه شد البطن. طبعا هلا في نوعين آية، يعني في عندنا العمليات اللي بنعملها باخر حمل، او العمليات اللي بنعملها بعد ما تخلص الحمول، او العمليات اللي بنعملها بعد ما ينقص الجسم بشكل كثير قوي خاصه عند الرجال. هون نفس السره نحن بنعمل لها مثل جذع الشجره، بنعزلها اول شيء، بعدين بنرد بنفتح لها طاقه بشكل القلم اللي ممكن تكون اجمل من السره الاولانيه. هي اذا كان بنعمل شد بطن كامل مع شد عضلات. هلا اذا بنعمل شد بطن جزئي مثل ما حكينا انه بعد حمل واحد او بعد حملين، مو شرط نحن نعمل شد بطن كامل لانه في احتماليه للحمول الثانيه، هون بنعمل شد بطن جزئي، هون ما بندق السره نهائيا، كل ما في الامر بناخذ هالشريحه الجلديه او شويه جلد بحيث انه هالتخريب اللي صار اثناء الحمل بنقدر نحسنه وبنقدر نلغيه، لكن بالنهايه لابد انه نعمل عمليه شد بطن كامل بعد ما تخلص كل الحمول. تمام، حتى تكون النتيجه بيرفكت. تمام. طيب دكتور، يعني ذكرت من شوي انه الحمل والولاده هو اكثر شيء يستدعي شد البطن عند السيدات، ممكن نشرك شد البطن مع عملية قيصرية، ممكن نشرك شد البطن مع عمليات تجميلية أخرى؟ هلا بدي نوه على شغله كثير مهمه كمقدمه لهذا الجواب، انه دائما النساء بيعتقدوا انه نحن اذا عندنا شويه جلد بعد الحمل والولاده ممكن نروحهم بالرياضه او ممكن نروحهم بالحميه، طبعا هذا اعتقاد خاطئ، لانه نحن بالاثناء الحمل والهرمونات التبدل الهرموني العضلات بتصير فلابي، بتصير يعني شوي مرخيه، وبيصير في عندنا فتق مثل ما حكينا او فتحه، فنحن مع تكرر الحمول هالعضلات كمان والرياضه بتؤدي لتوسع الفتق،
وارتخاء العضلات من اول وجديد. فبنصح النساء اللي انجبوا اولاد او خلصوا من الحمل انه ما يعملوا رياضه على البطن بعد الحمل. اذا بدهم يعملوا عمليه شد بطن جزئي مع ناحيه شحم مدروسه، مو انه مثلا عم يلعبوا معده والعضلات اصلا مفتوحه. بالعكس تماما، بالعكس تماما، كل ما عملوا تمارين على عضلات مفتوحه كل ما العضلات انفتحت اكثر وكل ما ازداد التشويه اللي صاير بالبطن. تمام دكتور، شو هي يعني نحكي اكثر بيمكن تفاصيل اجراء العمليه؟ ذكرت لنا يعني جانب من الجوانب، ناس كثير بتخاف من فكره انه حيكون تخدير عام الموضوع ولا لا فينا نعمل تخدير نصفي، شو تفاصيل هي الموضوع؟ طبعا دائما نحن عمليه شد البطن مين ما كان بيقدر يعملها يعني بكل الاختصاصات، لكن طبيب التجميل بيتميز انه بس يعمل عمليه شد البطن بيكون هو متابع لاخر تطورات اللي صارت. فكل ما فحاليا في كثير شغلات جديده بنعملها بعمليه شد البطن بتخفف من اختلاطات او المشاكل اللي بتصير بعد شد البطن. على سبيل المثال الخيوط اللي عم نستعملها هلا، نحن عم نستعمل خيوط كثير منيحه بحيث خيوط ممتصه ما بتخلف اي جرح او اي ندبه. عم نعمل خياطه العضلات بطريقه معينه كمان بتخفف من تقبض. المعالجه بالاكسجين الهيبرباريك اوكسجين اللي بيخفف علينا السيروما او السوائل اللي بتتجمع بعد عمليه شد البطن اللي بنضطر احيانا نسحبها بابره. احيانا كمان بنلجا لموضوع الرياضه اللي عم نعملها بعد عمليه شد البطن، طريقه تلزيق الجرح باللصاقات الجديده اللي عم نعملها، كلها هي بخفف من الاختلاطات والمشاكل اللي بتصير بعد شد البطن. والتخدير اللي ما تفضلتي، عم نستخدم هلا حاليا تخدير قطني، يعني ما عدنا استخدمنا التخدير العام والانبوب او عم نستخدم اللي بيستخدموه للولاده. تمام، عم نستخدم الماسك بدون ما نعمل عمليه تنبيب، وبالتالي التخدير القطني النصفي اللي بنستخدمه بالقيصريه الولاده بدون الم والماسك، كله هذا بنخفف من المعاناه اللي او الهواجس اللي بتخاف منها المراه الحامل. فصارت عمليه شد البطن عباره عن عمليه نزهه مو اكثر، بتروح فيها بعد ما تولد المراه او اثناء الولاده، بتروح خلال 12 ساعه او 14 ساعه بتكون شاده بطنها وبطنها لازق بظهرها مثل ما بيقولوا وبدون اي عناء وبدون اي عواقب للتخدير. فكل هاي امور جديده عم نتبعها. تمام. بتحب تضيف دكتور اي شيء ختاما لكل حدا حابب يعمل هالاجراء ولكن عنده بس شويه هواجس؟ طبعا مثل ما حكينا انه عمليه شد البطن عمليه كثير بسيطه، صارت ما تجرى بتخدير عام، عمليه يوم واحد، ما بتولد اي الم، ما في اي الم بعد عمليه شد البطن، ما في اي بالاول يعني في بعض غير الاخصائيين بيعملوا العمليه فبتلاقي تخاف المراه انه انا ممكن دكتور انه انا ظهري يحني بعد العمليه، ممكن يكون في تعطيل للحياه. عمليه شد البطن حاليا ما في اي تعطيل للشغل، يعني بتجي المريضه بتعمل العمليه بتتخرج بنفس اليوم او ثاني يوم الصباح بابعد حاله، ثاني يوم بتتجول ببيتها، يعني ممكن تعمل طبخه صغيره، تعمل قهوه، تروح على التواليت، جوال ضمن بيتها، ثالث رابع يوم فيها تروح على الشغل ما في اي مشكله. وخاصه هذا الشيء بهم الرجال احيانا، يعني الرجال ما بدهم يتعطلوا كثير، ما بدهم يتعطلوا عن الشغل، فعمليه شد البطن عمليه غير معطله عن الحياه نهائيا وعن الشغل نهائيا. دكتور شادي بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي خبرتنا اياها. اهلا وسهلا. انا بدي اتشكركم واشكر ذوقكم وفكم. اهلا وسهلا فيك دكتور.